قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. واعلم بأن المرء ليس يشرف إلا بكسب العلم فهو الشرف. كيف تنصحون البادي في طلب العلم أن يدرس تفسير القرآن؟ هل يدرس أصول التفسير مثلا والناسخ والمنسوخ أم يبدأ بكتب التفسير المختصرة؟ لا شك أن تأصيل العلوم نافع لطالب العلم، وكما يقال من حرم الأصول حرم الوصول، ولكن فهم الأصول قد يدق على بعض الناس، أي يصعب عليهم فهم الأصول لأنها تحتاج إلى تحرير وتدقيق. فبالنسبة لعامة الناس الذين ربما يصعب عليهم فهم التأصيل، نقول ابدأ بتفسير مختصر موجز كتفسير السعدي رحمه الله حتى تعقل عن الله عز وجل مراده، لأن الذين كانوا يسلمون يسمعون آيات ولا يسألون عن أصول التفسير أو نحو ذلك، وإنما يسمعون آيات فيفهمونها ويعملون. ولكن طلاب العلم الذين يريدون أن ينبروا لهذا العلم ويكونون من فرسانه ومن رجاله، فنقول عليك أن تزيد وتفهم أصول هذا العلم، وكيف تزلف إلى هذا العلم، كيف تزدلف إليه، كيف تدخل فيه، وكيف تفهم مسائله. فالتأصيل بالنسبة لطلاب العلم أجدر وأولى. نعم. لكن يا شيخنا مثلا الذي طالب العلم مثلا، ما هي المراحل بالنسبة له؟ أين يبدأ؟ يعني حتى الذي يعني يريد أن يصير من الإنسان المبتدئ يأخذ له تفسيرا موجزا مختصرا كتفسير السعدي رحمه الله، ثم يترقى بعد هذا، بعد السعدي ممكن يتوسع إلى تفسير ابن كثير، ثم يصل حتى تفسير ابن جرير الطبري. طالب العلم أيضا يتدرج هذا التدرج، لكن يحرص مع هذا على التأصيل حتى يحسن التعامل بين الخلاف، حينما يأتي الخلاف بين المفسرين فيحسن التعامل معه والإفادة به لعامة الناس. الله، هذا سائل من هولندا يقول، سائل من بلجيكا يقول، امرأة من هولندا تقول